طبعا الكل يعرف حرارة الجو في الصيف، فالبعض اللي يستخدم أحواض السباحة ممكن يستخدم هذه الطريقة لتبريد بركة السباحة، يستخدم هذا النوع ويتثلجه، أو سواء كانت نوعية الأواني البلاستيكية وترميها في بركة السباحة. ترميها في بركة السباحة. وطبعا ممكن البعض اللي يحب يستخدم اللي هي أحيانا تباع، اللي يباع الثلج بال يعني بكيس كامل، أحيانا يبيعوه بريال، ممكن البعض يشتريه ويستخدمه في عملية التبريد. مثل ما نلاحظ هذا السلقة استخدم أكثر من استخدم له سنتين أو ثلاث. مثل ما نلاحظ السلقة يخليها تبرد الماء في بركة السباحة.